بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رأينا الفصل الأول من مجلة الحقوق العينية. هذا النص يعرف المال ويقول ما يلي: المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية. رأينا معنى الشيء غير الخارج عن التعامل، رأينا معنى الشيء غير الخارج عن التعامل بطبيعته، ورأينا الشيء الذي هو ليس بخارج عن التعامل بحكم القانون. طبعا نحن رأيناه من خلال نقيضه، وهو الشيء الخارج عن التعامل بمقتضى القانون بحكم القانون. هنالك نصوص لم أستطع أن أمررها أمامكم بالأمس، هذه النصوص تتمثل في ما يلي. لدينا إذن، هذا هو الرائد الرسمي لسنة 1969. لدينا القانون عدد 33 المؤرخ في 69 تحديدا في 12 من جوان 1969، ويتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. إذن نأخذ هذا القانون فنجد فيه ما يلي: أن هنالك شيئا يخرج عن التعامل بحكم القانون، وهو الأسلحة، أو على الأقل جزء من الأسلحة. التفصيل موجود في هذا القانون، لكن التفصيل لا يهمنا في حد ذاته. المهم أننا أمام مثال لشيء أخرجه القانون عن التعامل. مثال آخر رأيناه، إذن أيضا الأسلحة الكيميائية بمقتضى القانون عدد 22 ل 2007، هذه الأشياء، هذه الأسلحة هي خارجة عن التعامل بحكم القانون. رأينا أيضا قانون 69 المتعلق بالمواد السمية، عافاكم الله. إذن القانون عدد 54 المؤرخ سنة 1969 ويتعلق بالمواد السمية. إذن هذا شيء آخر أخرج عن التعامل بحكم القانون. وهنالك أشياء كثيرة أخرى أخرجت عن التعامل بحكم القانون، أهمها الملك العام للدولة، أهمها الملك العام للدولة. إذن هذه الأشياء لا يمكن أن تمثل موضوع عقد، هذه الأشياء لا يمكن أن تمثل موضوع عقد لأنها ليست مالا. إن شاء الله أنتم في السنة القادمة ستدرسون النظرية العامة للعقد. من أركان العقد الموضوع، إذن هذه أشياء لا يمكن أن تعد موضوعا للعقد. إن شاء الله سترون أيضا في إطار الفصل 62 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود، سترون ما يلي: أن الأصل، المبدأ، أن جميع الأشياء تدخل في التعامل بحكم القانون، والاستثناء أن يأتي هذا القانون أو ذاك، قانون 69 إلى آخره، أن يأتي ويخرج شيئا من الأشياء أن يخرجها من دائرة التعامل. إذن المبدأ أن الأشياء، جميع الأشياء تدخل في التعامل بحكم القانون، إلا إذا وجد استثناء، وأعطيتكم أمثلة لاستثناءات. وطبعا هي أمثلة، هنالك صور أخرى، هنالك قوانين أخرى تخرج أشياء أخرى من دائرة التعامل. أختم الآن على مستوى هذا الجزء من الفصل الأول، أي ما هو ليس بمال بسبب إخراج القانون إياه من دائرة التعامل. أختم بالإنسان. الإنسان، نحن عرفنا الشيء على أنه موصوف وأوصاف، إذن الإنسان أيضا
موصوف وأوصاف. إذا نحن أمام شيء. بالنسبة إلى الإنسان، جسم الإنسان خارج عن التعامل بحكم القانون، سواء كان هذا الجسم حيا أو كان جثة إذا وفيما يخص الإنسان، إذا سنختم بالإنسان، وفيما يخص الإنسان يمكن القول إن جسمه خارج عن التعامل بحكم القانون. جسم الإنسان خارج عن التعامل بحكم القانون، كما قلت، سواء كان هذا الجسم حيا أو كان جثة لهذا القول بعض الاستثناءات. لاحظوا أنه بالنسبة إلى غير الإنسان، المبدأ فيما يخص غير الإنسان أنه داخل في التعامل، إلا إذا وجد استثناء. فيما يخص الإنسان الأمر ينقلب، المبدأ أن جسم الإنسان لا يدخل في التعامل بحكم القانون، إلا إذا وجد استثناء إذن لهذا القول بعض الاستثناءات تتعلق بأخذ أجزاء من الجسم في حالات خاصة، إذن إن شئتم أنا لدي قانون، إذن سأبدأ بقانون 2001. قانون 2001 هذا يتعلق بالمبدأ. قانون 2001، القانون عدد 93 لسنة 2001، مؤرخ في 7 أوت 2001، ويتعلق بالطب الإنجابي، إذن أبحث عن الفصل الذي يعنينا. إذن هنالك نص يقول ما يلي، إذن الفصل 15: لا يمكن بأي صورة من الصور في إطار الطب الإنجابي استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين. إذن نحن هنا في إطار المبدأ، جسم الإنسان لا يمكن أن يمثل موضوع عقد. إذن هذا الفصل يمنع كراء الأرحام، لا يمكن لعقد كراء أن يكون موضوعه رحم امرأة، أن يكون موضوع هذا العقد رحم المرأة. إذن هنا نحن في إطار المبدأ، أن جسم الإنسان لا يدخل في التعامل بحكم القانون. إذن الفصل 15 هو تطبيق من تطبيقات المبدأ. أريد أمر الآن إلى استثناء، قانون 1991. إذن القانون عدد 22 لسنة 91، مؤرخ في 25 مارس 1991، يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها. كما قلت لكم بالأمس، كل هذه القوانين أنا نزلتها من الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية التونسية، من موقع المطبعة الرسمية التونسية. إذن تدخلون إلى الموقع، تضعون بعض هذه المعطيات ويكون لديكم النص. إذن 25 مارس 91، تضعون هذا المعطى، إن كان لديكم العدد إذن ستذهبون، ستجدون أنفسكم مباشرة أمام هذا الملف. إذن قانون 91 ماذا يقول؟ يقول في فصله الثاني: يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرع، أن يؤخذ عضو من شخص متبرع قصد زرعه لشخص آخر، إلى آخر النص. طبعا التفاصيل لا تهمنا. إذن يمكن هذا النص من عقد هو التبرع، وموضوع هذا العقد عضو من الأعضاء البشرية. إذن نحن هنا أمام استثناء، لكن لا يمكن أن يكون هذا العقد عقدا بعوض،
لا يمكن أن يكون هذا العقد عقدا بعوض. إذن هنا نعود إلى المبدأ. الفصل السادس أمامكم: يحجر أخذ الأعضاء بمقابل مالي. يحجر أخذ الأعضاء بمقابل مالي، إذن عقد بيع لعضو من الأعضاء، إذن هذا العقد باطل، هنالك منع من القانون من الفصل السادس. إذن هنا نحن في إطار المبدأ، نحن هنا في إطار المبدأ. المبدأ هو أن جسم الإنسان حيا كان هذا الجسم أو جثة هو خارج عن التعامل بحكم القانون. هنالك عقد قديم موضوعه بطريقة أو بأخرى جسم الإنسان، هو عقد الشغل. عقد الشغل موضوعه قوة العمل لدى الإنسان، موضوعه قوة العمل لدى الإنسان. إذن هنا نحن أمام ما هو تابع للإنسان، ما هو امتداد لجسم الإنسان، قوة العمل لدى الإنسان. إذن يمكن أن تمثل موضوع عقد، هذا العقد هو عقد الشغل، هذا العقد هو عقد الشغل. لكن القانون التونسي كما تعلمون منذ القرن التاسع عشر منع العبودية، منع العبودية. من أجل ذلك نجد في مجلة الالتزامات والعقود على مستوى عقد الشغل نجد الفصل التالي، الفصل 833 يقول ما يلي. الفصل 833 أضعه أمامكم نقرأه معا. يقول: الإجارة على مدة حياة الأجير أو على مدة طويلة جدا بحيث يموت الأجير فيها باطلة. إذن إجارة قوة العمل مدى الحياة هذا ممنوع من القانون، العقد باطل. إذن هنا الموضوع خارج عن التعامل بحكم القانون. إذن قوة العمل داخلة في التعامل، لكن بشرط ألا يكون ذلك عبودية مقنعة، ألا يكون ذلك عبودية مقنعة، لأن إجارة قوة العمل مدى الحياة هذه عبودية. أو على مدة طويلة، مثلا عقد شغل مدته 70 سنة 80 سنة، إذن الشخص سيموت في الأثناء، إذن هذه عبودية مقنعة. إذن تأخذون هذا المثال، أخذتم أمثلة القوانين. إذن جسم الإنسان خارج عن التعامل، سواء كان هذا الجسم حيا أو كان جثة. لهذا القول بعض الاستثناءات تتعلق بأخذ أجزاء من الجسم، بأخذ أجزاء من الجسم في حالات خاصة، وتضعون كمثال قانون 1991، قانون مارس 1991. فصله الثاني يسمح بماذا؟ يسمح بالتبرع بالأعضاء، يسمح بالتبرع بالأعضاء. ثم تضيفون دائما في ما يخص الإنسان، فيما يتعلق بالإنسان، تضيفون بأن قوة العمل عند الإنسان داخلة في التعامل بحكم القانون. قوة العمل لدى الإنسان داخلة في التعامل بحكم القانون. نحن أمام عقد كلاسيكي، عقد قديم، هو عقد الشغل، لأنه عقد الشغل هو عقد موضوعه قوة العمل لدى طرف من طرفي العقد. إذن قوة العمل داخلة في التعامل بحكم القانون، لكن يمنع التصرف فيها، يمنع التصرف فيها بصفة نهائية، يمنع التصرف فيها بصفة نهائية، لأن هذا شكل من أشكال العبودية، هذا شكل من أشكال العبودية. إذن نحوصل الآن ما وصلنا إليه إلى حد اللحظة في إطار الفصل الأول من مجلة الحقوق العينية. وصلنا
إلى، إذا فرغنا من هذا الجزء من الفصل الأول، المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون. إذا من كل ما تقدم ينبغي أن نحتفظ، من كل ما تقدم ينبغي أن نحتفظ بأن الفصل الأول، بأن الفصل الأول من مجلة الحقوق العينية عرف المال، عرف المال واعتبره متمثلا، اعتبر المال متمثلا في الأشياء الداخلة في التعامل، في الأشياء الداخلة في التعامل. ضعوا بين قوسين المعنى الذي وصلنا إليه لهذا التعبير من خلال التمشي الذي عمدنا إليه، ما هو هذا المعنى؟ ذكروني به. لكي نضعه بين قوسين، ما هو المعنى؟ وإذا أعطيتكم جائزة، الشيء الداخل في التعامل ما يمكن أن يكون موضوع عقد، ما يمكن أن يكون موضوع عقد، ثم أحسنتم، ويمكن أن يكتسب بالتقادم، ويمكن أن يكتسب بالتقادم، أي ما هو مملوك، و أحسنتم، ويمكن أن يتبدل، أن يتغير مالكه. خسرتم الجائزة. إذن تغلقون القوس. الأشياء الداخلة في التعامل بحكم طبيعتها، بحكم طبيعتها، بين قوسين ما هو معنى الشيء الداخل في التعامل بحكم طبيعته؟ إذن المشترك والمباح، ثم المباح فيه قسمان. أعطيك جائزة. بسالش أنا هذه وعدت بها في مادة المنهجية، لكن لم أعدكم بجوائز في مادة الأموال، أترك بعض الجوائز لأسئلة طرحتها في مادة المنهجية. قطعة من الشوكولاتة لا أكثر ولا أقل. إذن ما ليس مشتركا وما ليس مباحا، ما ليس مشتركا وما ليس مباحا، ورأينا أن المباح، أن المباح قسمان، أن المباح قسمان. تغلقون القوس. إذن أشياء داخلة في التعامل، فتحنا قوسين وضعنا المعنى بطبيعتها، فتحنا قوسين وضعنا المعنى الآن، أو بحكم القانون، بين قوسين بحكم القانون، أي ما ليس مخدرات، ما ليس مواد سمية إلى آخره، ما ليس جسما للإنسان إلى آخره. الآن سنرى الجزء المتبقي من النص، الجزء المتبقي من النص، ومن شأنه، ومن شأنه، إذن الشيء من شأنه، يقول النص، أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية. إذن المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، لا يقف النص عند هذا الحد، يضيف ما يلي، ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية. إذن تكتبون هذا، ولقد أضاف النص فقال، ولقد أضاف النص فقال، إن المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل، هو كل شيء غير خارج عن التعامل، ومن شأنه، ومن شأنه، هنا الإضافة، ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية. حين نقرأ هذا الجزء من الفصل الأول ستصبح الأمور
غير واضحة بالنسبة إلينا على هذا المستوى. شيء غير خارج عن التعامل من شأنه أن يكون موضوع حقا ذي قيمة نقدية. إذن هل هنالك شيء غير خارج عن التعامل وشأنه أن لا يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية؟ بعبارة أخرى، هل أن بقية النص لا تضيف معنى جديد، أم أن بقية النص تضيف معنى جديد، بمعنى أن هنالك أشياء داخلة في التعامل ولا تكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية؟ إذن إما وإما، إما أن الجزء الثاني هو تتم للجزء الأول، تفسير للجزء الأول، أي أن الأشياء الداخلة في التعامل، جميع الأشياء الداخلة في التعامل تكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية، أم أن هنالك أشياء داخلة في التعامل تكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية وأخرى لا تكون كذلك وأخرى لا تكون كذلك؟ إذن هذه الإضافة من الفصل الأول تجعلنا نتردد بين المعنيين، وحين نكون أمام أكثر من معنى، إذن نحن أمام حالة غموض، نحن أمام حالة غموض. إذن هل معنى النص الأشياء الداخلة في التعامل جميعها يكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية، أم أن هذه الأشياء قسم يكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية وقسم لا يكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية؟ إذن هنا هذه الإضافة تجعلنا نتردد بين هذين المعنيين، ما الذي أراده المشرع بالضبط في إطار الفصل الأول حين أضاف هذه الجملة؟ إذن نكتب هذا المشكل. كما قلت لكم بالأمس، نحن سيكون الخيط الرابط في هذا الدرس هو ما يلي: كلما تناولنا نقطة داخل الأموال إما أن نجد غموضا أو أن نجد فراغا، وسنحاول أن نتعلم معا شيئا فشيئا كيفية التعامل مع صور الغموض ومع فراغات القانون، مع فراغات القانون. إذن كتبتم ماذا أضاف النص؟ إذن والسؤال هنا هل هنالك من هذه الأشياء ما شأنه ألا يكون موضوع حقوق ذات قيمة نقدية؟ هل هنالك من هذه الأشياء ما شأنه ألا يكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية؟ دائما الرسم الغموض. إذن إن شئتم الفصل الأول على هذا المستوى وكيف سنتعامل معه. إذن الفصل الأول لدينا النص، إذن لدينا معطى والمجهول هو معنى النص، المجهول هو معنى النص. هل أن، إذن المشكل هو ما يلي: ما يدخل في التعامل قسمان، هل هو قسمان؟ ما شأنه أن يكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية، وما ليس هذا شأنه؟ إذن حين نقرأ الجزء الأخير من الفصل الأول سيكون لدينا هذا السؤال، سنكون أمام هذا المجهول، سنكون أمام غموض. طبعا سنستعمل لتجلية الغموض قاعدة من قواعد التأويل، أي قاعدة تمررنا من النص إلى معنى النص، أي ما أسميناه في درس المنهجية، طبعا
طبعا الدرس الذي تلقيه عليكم الأستاذة ختام حفيظ ما أسميناه المعلوم مسبقا. إذا نعود إلى معلوم مسبق ونربط بين عناصر هذا المعلوم المسبق لكي نصل إلى تبديل المجهول إلى معلوم. لو استعملنا اللغة أو العبارات التي أتت في درس المنهجية، إن شئتم أن نستعمل عبارة تأويل، لدينا النص وقاعدة التأويل، وقاعدة التأويل تنقلنا من النص إلى معنى النص. المذكرة الإيضاحية كما رأينا تقول لنا إن أقسام المال أخذت من القانون المقارن، والمقصود هنا بالقانون المقارن القانون الفرنسي. أنا الآن لدي المذكرة الإيضاحية. ماذا تقول؟ إذن هذه هي المذكرة الإيضاحية، لائحة مجلة الحقوق العينية، مجلة القضاء والتشريع، عدد جوان 1964. ثم اللائحة بدأت بمذكرة إيضاحية. إذن هنا الذين كانوا وراء إعداد اللائحة في هذه المذكرة يبينون الخطوط التي أرادوا السير عليها في هذه اللائحة وفي هذه الأحكام. نجد ما يلي. هذا ما كتبناه، وتشتمل اللائحة على كتابين. ثم نقاط لكي نصل إلى ما يهمنا. ومن مصادر الكتاب الأول مجلة لزمت العقود بين قوسين خاصة الشيوع، والفقه الإسلامي، التقادم والقسمة والشفع على الخصوص، والقانون المقارن، والمقصود هنا بالقانون المقارن القانون الفرنسي، تقسيم الأموال والحقوق وترتيب الحقوق العينية. إذن هذا ما قالته المذكرة الإيضاحية. إذن يقول أصحاب مجلة الحقوق العينية الذين أعدوا مجلة الحقوق العينية إنهم أخذوا تقسيم الأموال، تقسيم الحقوق، ترتيب الحقوق العينية، كل هذا أخذوه من القانون المقارن، ويقصدون القانون الفرنسي. ماذا نجد في القانون الفرنسي على مستوى ما نحن بصدده الآن؟ نجد ما يلي: الأشياء الداخلة في التعامل تكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية. إذن لا توجد أشياء داخلة في التعامل تكون موضوع حقوق عينية وأخرى لا تكون. الأشياء التي تدخل في التعامل تكون موضوع حقوق لها قيمة نقدية. هم يقولون ما يلي في القانون الفرنسي، يقولون ما يلي: المال لو بيان له وجهان. المال له وجهان. الوجه الأول، مثلا هذه الطاولة مال، الوجه الأول للمال أنه مال، الوجه الأول للطاولة أنها طاولة، أنها داخلة في التعامل إما بطبيعتها أو بحكم القانون. إذن الوجه الأول للمال أنه مال. الوجه الآخر للمال أنه مبلغ معين من النقود. إذن أنت ملكت طاولة، إذن هذا هو الوجه الأول لملكيتك. الوجه الثاني أنك ملكت نقودا معينة، ملكت قيمة معينة من النقود. والعكس بالعكس أيضا، النقود لها وجهان. أنت تملك 100 دينار، الوجه الأول أنها 100 دينار، الوجه الثاني أنك تملك ما يعادلها من أشياء داخلة في التعامل. تملك ما قيمته 100 دينار من أموال. وطبعا نحن هنا نستعمل عبارة مال بمعنى بيان، شيء داخل في التعامل، ليس بمعنى نقود. الآن دخلنا إلى
كليات القانون، وفي كليات القانون المال ليس النقود، قبل أن ندخل كان المال هو النقود، لكن للمال الذي في كليات الحقوق علاقة بالنقود، لأنه الوجه الآخر لهذا المال أنه نقود. هل الأمر واضح؟ إذن قبل بضعة أشهر بالنسبة إليكم المال هو النقود، الآن المال هو الوجه الآخر، النقود هي الوجه الآخر للمال، النقود هي الوجه الآخر للمال. إذن في نهاية المطاف بعد أن نعود إلى القانون الفرنسي ونجد ما كنت بصدده، هل أن معنى الفصل الأول، هل أن معنى الفصل الأول، إذن أضع مرة أخرى أمامكم الفصل الأول من شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية، هل أن ما أضافه الفصل الأول يؤدي بناء للقول أن بعض الأشياء الداخلة في التعامل تكون موضوع حق ذي قيمة نقدية والبعض الآخر لا، أم كل هذه الأشياء تكون موضوع حق له قيمة نقدية ولا يوجد شيء داخل في التعامل وليست له ولا يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية؟ إذن الجواب هو الثاني. هنا نكون قد عبرنا من النص إلى معنى النص من خلال نية المشرع، من خلال نية المشرع 532 من مجلة التزامات العقود. فكرنا كما يلي: المشرع قال لنا في الأعمال التحضيرية إنه أخذ أقسام المال من القانون الفرنسي، وهذا النص الذي بين أيدينا يتعلق بالمال بأقسام المال بمفهوم المال، إذن لابد من أنه أريد منه المعنى الموجود في مصدره المادي. ومفاد هذا المعنى أن المال، كل مال له وجه آخر، أنه كم معين من النقود، كم معين من النقود. لست أدري إن كنت واضحا، هل الأمر واضح؟ إذا نكتب هذا. إذا توقفنا عند السؤال، توقفنا عند السؤال، يمكن أن نجيب عن هذا السؤال كما يلي: ما يوجد في الفصل الأول، ما يوجد في الفصل الأول ليس مشروطا وشرطا، ما يوجد في الفصل الأول ليس مشروطا وشرطا بل مفسر، بل مفسر وتفسير. أي الجزء الأول من النص تم تفسيره بالجزء الثاني، تم تفسيره بالجزء الثاني، أي أن الأشياء، أي أن الأشياء الداخلة في التعامل، أي أن الأشياء الداخلة في التعامل هي أشياء، هي أشياء تحل موضوع حقوق، تحل موضوع حقوق لها قيمة نقدية. بتعبير ثان، بتعبير ثان، بتعبير مختلف، للمال كم من وجه؟ للمال وجهان، للمال وجهان. الوجه الأول أنه مال، الوجه الأول أنه مال. الوجه الثاني أن له قيمة نقدية، أن له قيمة نقدية. فكل مال، فكل مال يساوي، كل مال يساوي مبلغا معينا من النقود. لأن لسنا في إطار الفصل الأول أمام شرط ومشروط لكي نكون أمام ما يلي: مال له ما يقابله من النقود، وآخر ليس له ما يقابله من النقود. إذن كل مال، كل مال له يساوي، هذا المال يساوي مبلغا معينا من النقود. وكما أن للمال، وكما أن للمال كم من وجه، وكما أن للمال وجهين، وكما أن للمال وجهين للنقود أيضا، فإن للنقود أيضا
وجهين، فإن للنقود أيضا وجهين. أولا أنها نقود، وثانيا أنها بدل للمال، أنها بدل للمال. فنلاحظوا أننا الآن لم تعد عبارة المال مرادفة لعبارة النقود. المال في الوسط القانوني له علاقة بالنقود نعم، لكن لسنا أمام عبارتين مترادفتين، المال له معنى والنقود له معنى، لكن هنالك علاقة، أن المال بدل للنقود والنقود بدل للمال، والنقود بدل للمال. وهكذا فإن معنى الفصل الأول هو، إذن في نهاية المطاف ما هو معنى الفصل الأول؟ الأشياء غير الخارجة عن التعامل، الأشياء غير الخارجة عن التعامل لها قيمة نقدية، الأشياء الخارجة عن التعامل لها قيمة نقدية، والحقوق على هذه الأشياء طبعا، الحقوق على هذه الأشياء لها بدورها قيمة نقدية، لها بدورها قيمة نقدية. إذن هذا هو الرسم كاملا الآن ما يتعلق بالنقطة التي كنت بصددها في إطار الفصل الأول. إذن لدينا سؤال نطرحه إذا قرأنا الجزء الأخير من الفصل الأول. إذا استعملنا الفصل 532 عدنا إلى نية المشرع، نستطيع أن نجيب على هذا السؤال ونقول ما يلي: الشيء والحق على الشيء لهما قيمة نقدية، كل شيء داخل في التعامل والحق على هذا الشيء الداخل في التعامل لهما قيمة نقدية. أمر الآن إلى فكرة أخرى هي التالية. أضع أمامكم الفصل الأول من مجلة الحقوق العينية. إذن الفصل الأول قال كل شيء وقال موضوع حق. إذن قال كل شيء، المال هو كل شيء، ثم هنا يمكن أن يكون موضوع حقا. كل شيء هذا تعبير ستتعلمون في درس المنهجية، يسمى تعبيرا عاما، هذا تعبير عام. في درس المنهجية إن شاء الله ستتعلمون أننا أمام ما يسمى بالعام. عبارة حق، نحن هنا أمام ما ستتعلمون أن اسمه المطلق، إذن هنا نحن أمام تعبير مطلق، إذن هنالك العام وهنالك المطلق. إذن كل شيء هذا مصداق من مصاديق التعبير المطلق، مثال من أمثلة التعبير المطلق. وحين قال النص حق، هذا مثال، هذا مصداق من مصاديق من أمثلة التعبير المطلق. إذن تكتبون: والنص تحدث عن كل شيء موضوع حق، عن كل شيء موضوع حق. وعبارة كل شيء عامة تشمل المادي، الشيء المادي والشيء غير المادي. أما عبارة حق فمطلقة تشمل الحق على الأشياء المادية والحق على الأشياء غير المادية. إذن كل شيء عبارة عامة تشمل الشيء المادي
وغير المادي. ثم النص حق على ذلك الشيء، عبارة حق مطلقة تشمل الحق على الشيء المادي والحق على الشيء غير المادي. لكن حين نقرأ بقية فصول المجلة، إذا نحن وجدنا هذه التعبيرات، هذه التعابير، هذه العبارات، العبارة العامة والعبارة المطلقة وجدناها في الفصل الأول. حين نقرأ بقية مجلة الحقوق العينية سنجدها قد نظمت ما يلي، قد نظمت الحق على الأشياء المادية ولم تنظم الحق على الأشياء غير المادية. إذن بقية النص، بقية النص أي بقية مجلة الحقوق العينية، بقية نص مجلة الحقوق العينية تنظيم للحق على الأشياء المادية، بالرغم من أن الفصل الأول عباراته تحتمل أيضا الحق على الشيء غير المادي. إذن تكتبون هذه الفكرة، لكن المجلة لن تنظم، لكن المجلة لن تنظم في الفصول التي ستأتي بعد الفصل الأول، لكن المجلة لن تنظم في الفصول التي ستأتي بعد الفصل الأول، لن تنظم إلا الحقوق العينية، هذا هو اسمها، إلا الحقوق العينية، أي الحقوق على الأشياء المادية، الحقوق على الأشياء المادية. إذن هي إنشاتهم، عنوانها مجلة الحقوق العينية، إذن مجلة الحقوق التي على الأعيان، الحقوق التي تنصب على ما هو عين، أي على ما هو شيء مادي. لكن الفصل الأول حين يعرف المال يأتي بتعريف واسع يشمل حتى الحقوق على الأشياء غير المادية، حتى الحقوق على غير الأعيان، حتى العقوق، حقوق التي ليست عينية، التي ليست عينية. إذن العنوان عينية، النص أوسع، لكن بقية المجلة للحقوق العينية. إن شئتم كل هذه معطيات تفيد بأن الفصل الأول رغم أنه يشمل الحقوق على الأشياء غير المادية إلا أنه أراد فقط الحقوق على الأشياء المادية. السياق الذي جاء فيه إذن جاء تحت عنوان ثم معه نصوص العنوان، وهذه النصوص الأخرى كلها تؤدي إلى القول إن المراد في إطار الفصل الأول، إن المراد ليس جميع، ليس الحقوق على جميع الأشياء، بل الحقوق على الأشياء التي هي أعيان، الأشياء التي هي أعيان، أي الأشياء التي هي مادية، الأشياء التي هي مادية. هذه الحقوق، هذه الحقوق، إذن أضع الآن ما ينقلنا بسرعة إلى العنوان الموالي، هذه الحقوق إلى جانب غيرها. إذن نحن انتهينا إلى أن بقية الفصول تعلقت بالحقوق العينية، هذه الحقوق أي الحقوق العينية إلى جانب غيرها توجد في وعاء، أو عفوا، هذه الحقوق إلى جانب غيرها تعد مالا، تعد مالا، والمال يوجد في وعاء، والمال يوجد في وعاء اعتباري، أي لا مصداق له في الخارج. إذن هذا الوعاء ليس موجودا، ليس موجودا في الخارج. إذن في وعاء اعتباري يسمى الذمة المالية، يسمى الذمة المالية. إذن العنوان الموالي المال في وعائه، المال في وعائه بين قوسين الذمة المالية، المال في وعائه، المال في وعائه الذمة المالية. إذن النقطة الأولى من المقدمة تعرف المال من زاوية كونه حقا عينيا أصليا. النقطة الثانية ستكون إن شاء الله تقسيم المال، تعريف المال، إذن النقطة الأولى تعريف المال من زاوية كونه حقا عينيا أصليا، النقطة الثانية تعريف المال من زاوية
من زاوية تقسيماته، ثم سنختار زاوية من الزاويتين لتقسيم جوهر الدرس. النقطة الأولى من المقدمة قسمناها إلى كم من نقطة؟ الشيء، ثم مررنا إلى جزء من الشيء، أي الشيء الذي هو موضوع حق إلى المال، ومن بعد ذلك إن شاء الله سنمر إلى جزء من المال وهو الحق العيني الأصلي، وهو الحق العيني الأصلي. إذن نحن في إطار أي عنوان؟ الشيء موضوع الحق، إذن أو المال، المال في نفسه، ونمر الآن إلى المال في وعائه بين قوسين الذمة المالية. إذن نحن في النقطة الثانية، أليس كذلك؟ من النقطة الثانية من النقطة الأولى، إذن واحد اثنين اثنين، نحن في النقطة الثانية من النقطة الثانية من النقطة الأولى، إذن واحد اثنين اثنين، المال في وعائه بين قوسين الذمة المالية. قبل أن نصل إلى الذمة المالية أحوصل ما يوجد في الذمة المالية، أو أذكر ما يوجد في الذمة المالية. ما يوجد في الذمة المالية هو الحق، هو الحق. إذن أبدأ بتعريف للحق. الحق دروا سوبجكتيف، دونك إليا لو دروا أوبجكتيف إليا لو دروا سوبجكتيف. عبارة دروا سوبجكتيف الفرنسية تترجم بالحق. ما هو تعريف الحق؟ يعرف الحق، يعرف الحق لو دروا سوبجكتيف بأنه سلطات، بأنه سلطات. الحق هو سلطات. لو تذكرون في إطار مادة التشريع الإسلامي تحدثنا عن المباح. المباح الذي تحدثنا عنه في إطار التشريع الإسلامي هو ما نحن بصدده الآن في إطار القوانين الوضعية، يسمى الحق، لدروا سوبجكتيف. لو تذكرون المباح هو إمكانية الفعل وعدم الفعل. إذن هذا هو المقصود بسلطات، أي لديك سلطة الفعل وسلطة عدم الفعل. إذن الحق سلطات معترف بها، معترف بها، معترف بها صراحة أو ضمنا، أو ضمنا. في الغالب أو أغلب الحقوق الاعتراف بها من طرف القانون يكون ضمني. ما ليس ممنوعا هو مبيع، أي هو حق، أي هو حق. ما ليس ممنوعا هو مباح، أي هو حق. إذن أغلب الحقوق تعترف بها القوانين من خلال هذه القاعدة: لم أمنع إذن ما لم أمنعه، إذن اعتبروه أنه مباح، أنه حق. إذن الاعتراف قد يكون صريحا، ولكن هذا ليس الغالب، وقد يكون ضمنيا، وهذا هو الغالب. إذن الحق هو سلطات معترف بها، ضعوا بين قوسين صراحة أو ضمنا، معترف بها ومحمية من القانون. إذن معترف بها من القانون، لأن القانون يعترف بها فهو يحميها. إذن أنت لديك حقوق، أنا لدي حقوق، لو أني أعتدي على حقوقك فالقانون يعاقبني، والعكس بالعكس. إذن القانون يعترف لي بحقوق ويعترف لك بحقوق، واعترافه هذا هو لحماية هذه الحقوق. إذن سلطات معترف بها ومحمية من القانون، يمكن منها شخص، يمكن منها شخص. لا يوجد حق ليس له صاحب، كل حق له صاحب. طبعا هذا صاحب الحق قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. رأينا مثال في إطار التشريع الإسلامي وهو صالح في القانون، في القانون الوضعي، وهو صالح في القانون الوضعي. رأينا أن
الجنين يوقف له من الميراث، إذن له حق أن يوقف له من الميراث، إذن هذا حق، هذه السلطة معترف بها ومحمية من القانون، وهذه السلطة مكن منها شخص. هذا الشخص هل هو موجود؟ لا، هو شخص لم يولد بعد، ما زال في بطن أمه. المهم أن الحق له صاحب، وإن لم يكن هذا الصاحب بشرا يمشي بيننا، بشرا يمشي بيننا، قد يكون ما زال في بطن أمه، قد يكون حتى قبل هذه المرحلة. يمكن في إطار العقود أن يبرم شخص، يمكن أن يبرم شخص عقد تأمين على الحياة لفائدة أبنائه الذين سيولدون. لنفرض شخص غير متزوج الآن، إذن يبرم عقد تأمين لفائدة أبنائه الذين سيولدون، أو لفائدة زوجته، ربما زوجته موجودة ولكن أبنائه هم ليسوا بعد حتى في بطن أمهم، ليسوا بعد حتى في بطن. المهم أن الحق له صاحب، هذا الصاحب قد يكون موجودا وقد لا يكون، وقد لا يكون موجودا. إذن الحق سلطة أو مجموعة من السلطات يعترف بها القانون ويحميها القانون، ويمكن منها شخص، يمكن منها شخص، وتسمح له، وتسمح له هذه السلطات، تسمح له بأن يفعل شيئا، بأن يفعل شيئا أو يطالب بشيء. طبعا المطالبة هي فعل، إن شئتم ما سيأتي بعد يفعل شيء هو تفصيلات من يفعل شيئا. إذن يمكن منها شخص وتسمح له بأن يفعل شيئا أو يطالب بشيء أو يمنع شيئا، أو يمنع شيئا لمصلحته، لمصلحته، وأحيانا، وأحيانا لمصلحة غيره، لمصلحته، وأحيانا لمصلحة غيره. إذن هذا هو الحق. الحق قد يكون ماليا وقد يكون غير مالي، الحق قد يكون ماليا وقد يكون غير مالي. إذن والحق قد يكون ماليا وقد يكون غير مالي. Donc il y a le droit patrimonial et le droit extra patrimonial. Le droit extra patrimonial. هذا التخطيط. إذا رأينا المال في نفسه، الآن نحن بصدد المال في وعائه. إذا الحق قسمان، حق مالي ان دروا باتريمونيال، والقسم الثاني حق غير مالي ان دروا اكسترا باتريمونيال. طبعا انتم لديكم مادة كاملة للحق، النظرية العامة للحق، تدرسونها في هذا الفصل. أبدأ بالحق غير المالي لأنه لا يعنينا، لأصل إلى الحق الذي يعنينا وهو الحق المالي. إذن درسنا هو داخل، هو جزء من الحق المالي. إذن تعريف سريع للحق، للحق غير المالي، للحق غير المالي. والحق هكذا يعرف، الحق غير المالي، والحق غير المالي، والحق غير المالي هو الحق الذي لا ينتمي إلى الذمة المالية، هو الحق الذي لا ينتمي إلى الذمة المالية، لا يدخل في الذمة المالية، لكن له مساس بالشخص، له مساس بالشخص. إذن لا يدخل في الذمة المالية لصاحبه، لكن له مساس بهذا الشخص، له علاقة بهذا الشخص، أي هو الذي ليس له وصف المال. إذن هذا الحق ليس مالا، أي هو الذي ليس له وصف المال، والذي هكذا يعرف في الكتب، والذي يندرج في منظومة قيمية أخرى، يندرج في منظومة قيمية ليست المنظومة المالية، لأن المال قبالته
النقود. لذلك الحق المالي يساوي نقود. هنا الحق غير المالي هو حق لا توجد قبالته كقيمة له، كبدل له كما معين، لا يوجد كم معين من النقود، كم معين من النقود. تواصل الكتب فتقول: لذلك فإن من خاصيته أنه خارج عن التعامل. تضيف الكتب قائلة أو تستدرك قائلة: هذا لا يعني أن المساس به موجب لتعويض نقدي. إذن الحق في ذاته ليست له قيمة نقدية، لكن لو وقع الاعتداء عليه يمكن أن يحصل تعويض لصاحب الحق، وهذا التعويض يأخذ شكل مبلغ من النقود، يأخذ شكل مبلغ من النقود. مثلا الحق في السلامة الجسدية، الحق في السلامة الجسدية، لو أن شخصا اعتدى على آخر بالضرب مثلا، فالمعتدى عليه وقع المساس بحقه في السلامة الجسدية، يستطيع أن يقوم أمام المحكمة ويطالب بالتعويض. الحق في حد ذاته لا يساوي مبلغا من النقود، لكن الاعتداء عليه يمكن أن ينجر عنه تعويض، والتعويض يأخذ شكل مبلغ من النقود. أعطي إذن هذا مثال لحق غير مالي، لحق غير مالي. أعطي أمثلة أخرى: حق حضانة الأبناء. إذن لدينا أب أو أم، الأب والأم في القانون لهما حق يسمى حق حضانة الأبناء، حق تربية الأبناء. الحق الأول هل يمكن تقديره بالنقود؟ لا. الحق الثاني كذلك. إذن نحن أمام حق غير مالي، الحق في الاسم، كل شخص له الحق في أن يكون له اسم، إذن هذا حق غير مالي. حق الانتخاب حق، لكنه حق غير مالي، لا يدخل في الذمة المالية، إذن هو خارج عن التعامل، لا يمكن أن يمثل موضوع عقد، وإن مثل موضوع عقد فهذا العقد باطل، إذن هذا يمنع أن يمثل موضوع عقد، إن مثل موضوع عقد فهذا العقد باطل. تماما كما لو أننا أمام مخدرات، هنالك من يبيع مخدرات وهنالك من يبيع صوته، موضوع العقد هنا وهنا غير داخل في التعامل، والعقد لهذا السبب العقد يعد باطلا. حق الترشح إلى المجالس السياسية أيضا حق غير مالي، هو حق غير مالي. الحق في الحياة حق غير مالي. الحق في التظاهر إلى غير ذلك من هذه الحقوق. إذن كلها حقوق غير مالية. هذه الحقوق لا تعنينا، إذن نمر الآن إلى الحقوق المالية هي التي تعنينا. إذن أما الحق المالي فهو ذاك الذي يوجد في الذمة والذي له قيمة نقدية. من هنا إشارة الفصل الأول إلى الحق الذي تناولته المجلة، وهو الحق العيني. إذن الحق العيني له قيمة
له قيمة نقدية، من شأنه أن يكون موضوعة، إذا أشياء من شأنها الأشياء المادية التي من شأنها الداخلة في التعامل بطبيعتها وبحكم القانون من شأنها أن تكون موضوعة حقا له قيمة نقدية. إذا هو الذي يوجد في الذمة له قيمة نقدية ويدخل في التعامل ما الفرق هنا؟ أريد أن أعود إلى مادة التشريع الإسلامي. ما الفرق بين ما رأيناه في التشريع الإسلامي وما وجدناه للتو في القانون الوضعي التونسي على مستوى الذمة؟ الكلام في الاتجاه الصحيح، أريد تدقيقا أكبر. رأينا أن الذمة في التشريع الإسلامي في الفقه الإسلامي، الذمة وعاء يحوي الحق المالي وغير المالي، هي وعاء يحوي الحق المالي وغير المالي. في القانون الوضعي التونسي الفرنسي إلى آخره يقال ذمة مالية، un patrimoine، الذمة المالية كما ينبئ بذلك اسمها وعاء للحق المالي فقط، الحق غير المالي موجود خارج هذا الوعاء. إذن هذا هو الفرق بين القانون الإسلامي والقانون التونسي أو الفرنسي إلى آخره. إذن فهمتم ما الحق؟ فهمتم ما الحق غير المالي؟ فهمتم ما الحق المالي؟ الآن سأمر إلى تعريف آخر للحق المالي، إذا ما كنت بصدده تعريف أو ضرب من التعريف، سأمر إلى ضرب آخر من التعريف للحق نفسه، أي للحق المالي. إن شاء الله في درس المنهجية أرجو أن نصل معكم الأستاذة ختام حفيظ إلى مبحث التعريف، وستجدون أن التعريف أنواع، منها النوع الذي سأدخل إليه وهو تعريف الشيء بأقسامه. لأن عرفنا الحق المالي هو الحق الذي يدخل في الذمة المالية له قيمة نقدية إلى آخره. الآن سآتي بتعريف آخر للحق المالي، بتعريف للحق المالي من زاوية أخرى، هي زاوية أقسامه. إذن ويقسم الحق المالي إلى ثلاثة أقسام، الحق المالي يرد إلى ثلاثة أقسام. إذن إن شئتم نحن هنا بصدد الدخول إلى تعريف آخر للحق المالي، تعريف هذا الحق من خلال مكوناته، من خلال أجزائه، من خلال أقسامه. القسم الأول، من الحق المالي، القسم الأول يسمى حق الدائنية، حق الدائنية. إذن القسم الأول من الحق المالي هو حق الدائنية، le droit de créance، le droit de créance. ما الحق المالي؟ هو السلطة ككل حق، الحق كما رأينا سلطة، إذن هو السلطة، طبعا سلطة معترف بها ومحمية من القانون. إذن هو سلطة بمقتضاها، هذا هو تعريف حق الدائنية، le droit de créance، هو سلطة بمقتضاها يمكن لشخص، يسمى الدائن، le créancier، يمكن لشخص يسمى الدائن أن يطالب شخصا آخر
أن يطالب شخصا آخر يسمى المدين لو ديبيتور. إذن سلطة بمقتضاها يمكن لشخص يسمى الدائن أن يطالب شخصا آخر يسمى المدين أن يطالبه بماذا؟ بأداء. أن يطالبه بأداء une prestation. أن يطالبه بأداء une prestation. إذن حق الدائنية le droit de créance سلطة بمقتضاها يمكن لشخص يسمى الدائن le créancier يمكنه ماذا؟ أن يطالب شخصا آخر يسمى المدين le débiteur أن يطالبه بأداء une prestation. فيما يتمثل هذا الأداء؟ الأداء لا يخرج عن ثلاثة أشياء، ضعوا بين قوسين إعطاء دوني. إذن الأداء قد يكون إعطاء. اثنين عملا، القيام بعمل فير. ثلاثة عدم القيام بعمل نو با فير. إذن الأداء إما إعطاء وإما قيام بعمل وإما امتناع عن القيام بعمل. أعطي أمثلة. لدي هذا القلم، قلت أريد أن أبيعه بمئة مليم. زميلكم قال قبلت. كما ترون القلم ما زال أمامي. بمجرد أن قال قبلت أبرم البيع بيني وبينه، ومن ثم لم أعد مالكا للقلم وصار هو المالك. إذن انتقال الملكية، انتقال الملكية يسمى في القانون إعطاء. أنا لم أسلمه المبيع، إذن الانتقال شيء غير مادي، انتقال الملكية أمر غير مادي، بمجرد التراضي تنتقل الملكية، إذن هذا يسمى إعطاء. لذلك يقال على خلاف في ذلك تدرسونه في مادة البيع، يقال إن على البائع التزاما، التزاما بماذا؟ بإعطاء. والمقصود هنا نقل الملكية. لو أني قمت من مكاني وسلمته القلم، هنا أكون في إطار الأداء الثاني وهو القيام بعمل، القيام بعمل. إذن تسليم المبيع عمل، أما نقل الملكية فأمر غير مادي ويسمى في القانون إعطاء. هل الأمر واضح؟ إذن نقل الملكية هو الذي يقصدونه حين يتحدثون في هذا الإطار الذي نحن بصدده، الأداء وأقسام الأداء. حين يقولون إعطاء يقصدون نقل الملكية لا تسليم المبيع، يعني تسليم المبيع يدخل في القسم الثاني وهو في القسم الثاني من الأداء وهو العمل، القيام بعمل. هل الأمر واضح؟ هل أن الأمر واضح؟ في عقد شغل مثلا أشتغل عند واحد منكم، إذن أنا مطالب بمجموعة من الواجبات، إذن هذه كلها عمل، كلها عمل. الامتناع عن القيام بعمل يمكن في إطار عقد أن نجد أحد الأطراف يشترط على الآخر الامتناع عن القيام بعمل، يشترط عليه أداء، وهذا الأداء يتمثل في ألا يفعل، يتمثل في ألا يفعل. مثال ذلك عقد بيع لأصل تجاري، عقد بيع لأصل تجاري. أهم عنصر كما سترون إن شاء الله في مادة القانون التجاري، أهم عنصر من عناصر الأصل التجاري الحرفاء، لا كليونتال، الحرفاء، لأنه ما يعطي قيمة للأصل التجاري هو الحرفاء. شخص يبيع لآخر أصلا تجاري وفي العقد يشترط عليه ألا ينتصب في دائرة معينة للقيام بالتجارة نفسها، هنا المتعاقد الأول
اشترط على المتعاقد الثاني أداء يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل، يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل. إذن هذا مثال لأداء يتمثل حاصله عدم القيام بعمل، حاصله امتناع عن القيام بعمل. هل الأمر واضح؟ إذن الذي يهمنا أن حق الدائنية لو دروا دو كريانس سلطة بمقتضاها يمكن لشخص أن يطالب آخر أن يطالبه بأداء. هذا هو القسم الأول من الحق المالي. القسم الثاني الآن الحق العيني. القسم الثاني من الحق المالي هو الحق العيني لو دروا ريال. القسم الأول هو حق الدائنية دروا دو كريانس. القسم الثاني هو الحق العيني لو دروا ريال. لو دروا ريال الحق العيني حق، إذن هو سلطة، إذن هو سلطة، وطبعا سلطة معترف بها ومحمية من القانون. إذن هو سلطة بمقتضاها لا سأغير بمقتضاها الأمور لا تسير هكذا، ستفهمون لاحقا لماذا. هو سلطة تنصب مباشرة على شيء، هو سلطة تنصب مباشرة على شيء وتحديدا على شيء مادي. وسلطة تنصب مباشرة على شيء وتحديدا على شيء مادي. انشوس كوربورال، هو سلطة تنصب على شيء مادي. انشوس كوربورال. من هنا تسميته بالحق العيني، لأنه في اللغة العين في اللغة هي الشيء المادي. إذن نحن أمام حق موضوعه شيء مادي، إذن نحن أمام حق موضوعه عين. يعني من معاني العين في اللغة، من معاني العين في اللغة الشيء المادي. لذلك نقول أشياء موجودة في الأذهان وأشياء موجودة في الأعيان. لو تذكرون في الإطار، في إطار سبق معنا الموصوف والوصف، إذن ما يوجد في الأعيان أمر واحد، وما يوجد في الأذهان مجمل وتفصيل لذلك المجمل. إذن وجود في الأعيان وجود في الأذهان. من معاني العين في اللغة الشيء المادي. إذن هو حق على شيء مادي، هو حق موضوعه شيء مادي، هو حق موضوعه عين، إذن هو حق عيني. من هنا تسميته بالحق العيني، لأن موضوعه عين، موضوعه عين. إذن الحق العيني هو سلطة تنصب مباشرة على شيء مادي وتخول لصاحبها وتخول لصاحبها. نعم الحق يخول لصاحبه والسلطة تخول لصاحبها. إذن وأنا آخر عبارة كانت السلطة. إذن هو حق ينصب مباشرة على الشيء ويخول. إذن هو حق ينصب مباشرة على شيء مادي ويخول لصاحبه، ويخول لصاحبه ماذا قلت؟ إذن هنالك أمر، إذن سلطة، إذن نسيت عبارة سلطة. إذن وأنا أصوغ الجملة هنالك أمر، هنالك خلل ما. إذن أعيد علي دون خلل. هو سلطة تنصب مباشرة على شيء، على شيء مادي وتخول لصاحبها، وتخول لصاحبها كل المنفعة الاقتصادية للشيء، كل المنفعة الاقتصادية للشيء أو جزءا من هذه المنفعة، أو جزءا من هذه المنفعة. لو أن الحق الذي لي على الشيء هو الملكية، لو أن الحق
الذي لي على الشيء هو الملكية. فهذا الحق يخول لي كل المنفعة الاقتصادية للشيء، كل المنفعة الاقتصادية للشيء. لكن لو أن الحق الذي لي على الشيء هو حق عيني، لو أن هذا الحق ليس ملكية، إذن هنالك منزل، هنالك منزل، إذن شيء مادي، أنا أملك المنزل، حق ملكيتي يعطيني كل المنفعة الاقتصادية للشيء. لكن ليس الكراء، الكراء ليس حقا، لا ينتج عنه حق عيني، ينتج عنه حق شخصي. سأعطي مثال آخر، لدي منزل، إذا أنا المالك للمنزل، أبرم مع زميلكم عقدا، بمقتضى هذا العقد أعطيه حقا عينيا يسمى حق السكنة، حق السكنة بمقابل أو بدون مقابل، لنقل بمقابل. إذن هنا تجزأت المنفعة الاقتصادية لي الشيء، إذن أنا لي جزء وهو له جزء، إذن حقه لأنه ليس ملكية، حقه لا يعطيه كل المنفعة الاقتصادية للشيء، لا يعطيه كل المنفعة الاقتصادية للشيء. إذن إن شئتم ضعوا بين قوسين فيما يخص المنفعة الجزئية الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، سنرى في ما تتمثل هذه الحقوق في وقت لاحق. إذن حق الملكية يعطي لصاحبه كل المنفعة الاقتصادية للشيء، أما الحقوق العينية الأخرى، الحقوق المتفرعة عن حق الملكية التي سنراها لاحقا، فهذه الحقوق تعطي لصاحبها جزءا، جزءا من جزءا من منفعة الاقتصادية للشيء. لا، أعطيك حق سكنة، حق ارتفاق، إذن عقد، لا ليس بيع، ليس بيع. اسمحوا لي بأن أتوقف قليلا، دائما البطارية تنفذ وعندها ينقطع الصوت، نبهوني حتى البطارية، نبهوني لأنه أعينوني في التركيز. إذن أعود إلى ما كنا بصدده، أنا عندي أرض، عندي أرض، نملك الأرض هذه، دونك المنافع الاقتصادية للشيء كلها لي كمالك. نجم، وذا نفهموه بشوية كي نزيد نقدم، نجم نعمل عقد مع واحد منكم، في العقد هذا نعطيه حق استغلال الأرض، حق الانتفاع بالأرض، حق الانتفاع بالأرض بمقابل، دونك عقد قلوا تاخذ تنتفع بالأرض لمدة سنتين بالمقابل كذا ويوافق. هنية الحق الانتفاع اللي عنده هو حق متفرع على حق ملكيتي، ما يعطيهش هالحق هذايا المنافع الاقتصادية الكل اللي نجم نخرجوها من الشيء. فما الملكية بركة هي اللي تعطي المولاها هالحق
اللي يمكنوا من المنافع الاقتصادية الكل اللي يمكن استخراجها من الشيء. غير الملكية لا، من حقوق سنراها، من حقوق عينية سنراها إن شاء الله تباعا. هل الأمر واضح؟ هل الأمر واضح؟ به توا إلى حد الآن عندنا زوز حقوق مالية، حق الدائنية وحق والحق العين. حق الدائنية السلطة بمقتضاها يمكن لشخص أن يطالب شخصا آخر. باش نقف هنا لأني وأنا نقدم في الفكرة هذه لقيت روحي نسيت فكرة أخرى، نعاود نرجع لها. إيش قلنا حق الدائنية؟ دونك نعاود نرجع قبل الحق العيني، نرجع الحق الدائنية. فما فكرة نسيتها، احنا المجلة اللي ديما نحطوا الفصل 532 منها مجلة الالتزامات، كانت تنجم يكون اسمها مجلة حقوق الدائنية. علاش؟ احنا اش قلنا حق الدائنية هو السلطة المخولة لشخص لأن يطالب المخول لشخص يسمى الدائن بأن يطالب شخصا يسمى المدين بأداء. دونك منين بدينا احنا؟ ومنين وفينا؟ بدينا بالدائن وفينا بالمدين. لو كان نقلبوا نقلبوا ونبداو من المدين، نقولوا وقتها نحكيه على التزام. شنو هي الالتزام؟ لوبليغاسيون. الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على شخص يسمى المدين أن يقدم لشخص آخر يسمى الدائن أن يقدم له أداء. معناها الحاجة هي بيدها، كان خسرت لها من شيرة الدائن تسميها حق دائنية دروا دو كريونس، كان خسرت لها من شيرة المدين لو ديبيتور تسميها أوبليغاسيون، تسميها أوبليغاسيون. هل الأمر واضح؟ في العادة القانون هك الشيء هذاك يخزر له من شيرة المدين. هذاك علاش تلقى مجلة الالتزامات. وحتى المادة اللي باش نقراوها العام الجاي ما اسمهاش نظرية حق الدائنية، اسمها نظرية الالتزام، اسمها نظرية الالتزام، لأن القانون ديما يخزر من شيرة الطرف الضعيف في الرابطة اللي هو هنا المدين، لأنه هو اللي مطالب بحاجة، هو اللي مطالب بحاجة. هل الأمر واضح؟ أنا عندي رسم في المسألة هذه نسيته، دونك نسيت باش نعدي قدامكم الرسم. نعاود نرجع، هذا هي الرسم، هذا هي الرسم. إذن حق الدائنية، إذن حق الدائنية سلطة قانونية بمقتضاها يمكن لشخص يسمى الدائن أن يطالب شخصا آخر يسمى المدين بأداء. كي ناخذوها من الشيرة الأخرى، الالتزام رابطة قانونية بمقتضاها يجب على شخص يسمى المدين أن يقدم لشخص آخر يسمى الدائن أن يقدم له أداء، أن يقدم له أداء. تعريف المال من خلال أقسامها، القسم الأول هو حق الدائنية. الآن سأذكر أنه يسمى حقا شخصيا، هو حق ذو قيمة نقدية موضوعه أداء عمل، عدم عمل إعطاء. حق الدائنية كي نحبوا نقارنوه بالحق العيني إيش نلقاو؟ نلقاو حق الدائنية هو رابطة بين شخص وشخص آخر، لذلك يسمى حقا شخصيا. والحق العيني هو رابطة بين شخص وشيء وشيء مادي، إذن هو رابطة بين شخص وعين، هذاك علاش يتسمى حق عيني. إذن من هذا التعريف ومن الذي سبقه، من هذا التعريف ومن الذي سبقه، من هذا التعريف ومن الذي سبقه، أي من تعريف الحق العيني وسبقه تعريف حق الدائنية، من هذا التعريف ومن الذي سبقه نفهم أن حق الدائنية يربط شخصا بآخر، أن حق الدائنية يربط شخصا بآخر، لذلك يوصف بالحق الشخصي، يقال إنه حق شخصي، un droit personnel، un droit personnel. أما الحق العيني، أما الحق العيني فيربط شخصا بعين، فيربط شخصا بعين، لذلك يسمى
حقا عينيا، لذلك يسمى حقا عينيا. القسم الثالث الآن من الحق، القسم الثالث من الحق وتحديدا من الحق المالي. إذن القسم الثالث هو الحق الذي يتمثل في سلطة، الحق الذي يتمثل في سلطة دائما معترف بها ومحمية من القانون. إذن الحق الذي يتمثل في سلطة مخولة لشخص، مخولة لشخص على شيء غير مادي، على شيء غير مادي، une chose incorporelle. إذن القسم الثالث خلافا للقسم الثاني، إذن هو كالقسم الثاني، حق ينصب على شيء، لكن الفرق أنه القسم الثاني الشيء مادي، وفي هذا القسم الثالث الشيء غير مادي. لأجل ذلك نحن إذا سأعود إلى هذه الفكرة ربما لنقولها الآن، نحن أمام مال غير مادي مطلقا. في القسم الثاني الحق غير مادي والشيء مادي، إذا نحن أمام مال غير مادي نسبيا. إذا الحق، هل الحق شيء مادي؟ لا، الحق شيء غير مادي، والحق ينصب على شيء مادي. إذا حين ننظر إلى ما أمامنا نحن أمام مال غير مادي نسبيا، لكن الآن الحق شيء غير مادي وموضوعه شيء غير مادي، إذا نحن أمام مال غير مادي بصفة مطلقة. إذا هنا نحن أمام مال غير مادي مطلقا. من أمثلة هذا الحق، من أمثلة هذا الحق، الحق في الحرفاء التجاريين، يعني فما الحرفاء المدنيين هذوك ما يهموناش، كي نبداو في نشاط تجاري فما حاجة اسمها الحرفاء التجاريين. الحرفاء شيء مادي ولا ما هوش مادي؟ لا، الحرفاء إن شاء الله هذا زاد نقرأه في المنهجية، كي نقولوا الحرفاء نحن أمام ما هو كلي، نحن أمام ما هو كلي، والكلي موجود في الأذهان مش في الأعيان. اللي موجود في الأعيان فلان وفلتان 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 اللي يشري مكل عطار، أما الحرفاء متاع العطار المجموعة أمر كلي، إذا أمر ذهني. هذاك علاش الحق، حق صاحب الأصل التجاري في الحرفاء هو حق على شيء غير مادي، على شيء غير مادي. زاد هذا إن شاء الله نفهموه أكثر كي نقرأوا الكليات والجزئيات في إطار درسي المنهجي إن شاء الله. بركة نخلطوا، إن شاء الله بركة نخلطوا، بالطبيعة أنتم تقرأوها مع الدكتورة ختام حفيظ، لكن المحتوى هو بيدوب بحول الله. وحق التأليف، وحق التأليف دروا دوتار، وحق التأليف وغير ذلك. حق التأليف حطوا بين قوسين، موضوع هذا القسم، موضوع هذا القسم من الحق يتمثل، موضوع هذا القسم من الحق يتمثل في أفكار قانونية ضمنت في كتاب قانون. كي ناخذ فلان الفلاني اللي كتب الكتاب الفلاني في القانون، يا أخي شنو هي الكتاب هذاك؟ مجموعة من الأفكار، عنده حق على كل الأفكار هذيك. فما حق معنوي كونه نهارت لي واحد باش يستعمل جملة من جمل يقول راي نتاع فلان، ولا فكرة من الأفكار يقول نتاع فلان، هذاك حق معنوي. عنده الحق مثلا يسحب هاك الأفكار هذيك من السوق، يلمهم، ما عادش يحب الأفكار هذيك بتاعه تقعد بين العباد. دونك هذه حقوق معنوية، وعنده حق مادي، حق مادي عليك الأفكار هذيك تحديدا عليك الكتاب، لأنه الأفكار تكون في سبور معناها ماتريال اللي هو الكتاب. إذن
أفكار قانونية مضمنة في كتاب قانون، أو أفكار معلوماتية، أفكار معلوماتية مضمنة في برنامج معلوماتي. واحد عنده أفكار معلوماتية قد بهم لوجيسيال، يولي عنده حق على كل الأفكار هذيك، الحق غير مادي والأفكار هذيك غير مادية. بالطبيعة فما سيبور اللي هو هاك السي دي اللي محطوط فيه اللوجيسيال، أو أفكار صناعية تجسدها آلة، أو أفكار صناعية تجسدها آلة. أنت واحد عنده أفكار وقد ماكينة، قد فلان الفلاني المعروف كي اخترع السيارة ولا اخترع الطيارة إلى آخره. دونك هذيك مجموعة من الأفكار وعنده عليها حق. أفكار طبية وصيدلية، أفكار طبية وصيدلية تجسدت في تركيب الدواء، أفكار طبية وصيدلية تجسدت في تركيبة دواء. مول هك الأفكار هذيك عنده عليها حق، هك الأفكار هذيك شيء غير مادي، وغير ذلك من الأفكار، وغير ذلك من الأفكار. ويطلق على هذا القسم الثالث، يطلق على هذا القسم الثالث اسم حق الملكية غير المادية، حق الملكية غير المادية. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم.